قد تعتقد أن السقوط في الثقب الأسود بسهولة السقوط في حفرة عملاقة، لكن الأمر مختلف تماماً يا صديقي. لكي تقع في ثقب أسود فعلياً، ستحتاج إلى بعض الحظ المذهل ودفعة من السحر. علاوة على ذلك، إذا كنت تشاهد شيئاً ما يسقط في ثقب أسود، فأنت لن تراه حتى. لكن ما السبب؟ حسناً، دعونا نحاول فهم سحر الفيزياء. الوقوع في ثقب أسود أمر صعب حقاً، بادئ ذي بدء. حتى تحصل على فرصة للقيام بذلك، ستحتاج إلى تحديد هدفك بدقة وبدء رحلتك من بعيد جداً. إنها مثل محاولة إصابة هدف صغير من مسافة بعيدة، وذلك لأن الثقوب السوداء توجد داخل المجرات، وهي مليئة بأشياء أخرى مثل النجوم والكواكب والسحب الغازية. هذه الأجسام لها قوى الجاذبية الخاصة بها، والتي يمكن أن تؤثر على المسار الذي يتعين عليك أن تسلكه. يبدو الأمر كما لو أنه يتعين عليك التنقل بعناية بحذر عبر الغرفة، وتجنب الاصطدام بالآخرين أو تغيير مسارك بسبب تحركاتهم. وبالمثل، عندما تسقط في ثقب أسود، فإنك تحتاج إلى التنقل وسط تأثيرات الأجرام السماوية الأخرى. كلما اقتربت، تصبح الأمور أكثر تعقيداً. يتطلب إجراء حتى أصغر تغيير في الاتجاه قدراً هائلاً من الطاقة التي لن تكون قادراً على توليدها. إنها مثل محاولة قيادة مركبة فضائية بدون أي وقود، وذلك لأن جاذبية الثقب الأسود قوية للغاية. بمجرد اجتياز النقطة المسماة أفق الحدث، لن تكون هناك عودة، لن تكون قادراً على التحكم في أي شيء. الآن، حتى لو تمكنت بطريقة ما من السير على الطريق الصحيح وتجنب كل العقبات، فلا يزال هناك وضع خطير في انتظارك. الحرارة الشديدة والطاقة المحيطة بالثقب الأسود التي تسمى البلازما ستحطمك كلما اقتربت، لذلك ستحتاج إلى حماية فائقة القوة حتى تقترب منها. لكن ليس فقط من المستحيل السقوط في ثقب أسود، من المستحيل أيضا رؤية شخص يسقط فيه. لكن ما السبب؟ هيا نستكشف سويا. تخيل أنك تقف بعيدا عن ثقب أسود وتشاهد شيئا ما يقترب أكثر فأكثر من أفق الحدث. نظرا لأن هذا الشيء، دعنا نقول إنه مركبة فضائية، سقطت في الثقب الأسود، بدأ حدوث شيئان غريبان جدا. أولا، سيتغير لون سفينة الفضاء. كما ترون، الجاذبية بالقرب من الثقب الأسود قوية بشكل لا يصدق، أقوى بكثير من أي شيء نشهده هنا على الأرض. تؤثر هذه الجاذبية الشديدة على كل شيء حولها، بما في ذلك الضوء. الآن، للضوء هذه الخاصية الرائعة التي تجعله يحمل الطاقة، ولكن عندما يقترب الضوء من الثقب الأسود، تبدأ قوة الجاذبية القوية في إضعاف طاقته. هذا بمثابة سرقة طاقته، مما يجعل الضوء أضعف. أنت تعرف كيف تبدو الشمس عندما تنظر إلى الغروب الجميل؟ إنها تبدو بهذا اللون البرتقالي المحمر الدافئ. حسناً، هذا لأنه عندما ينتقل ضوء الشمس عبر غلافنا الجوي، فإنه يتشتت ويفقد بعضاً من الطاقة العالية والألوان المزرقة، تاركاً وراءه الألوان الأكثر احمراراً. لذلك عندما يفقد الضوء الطاقة، فإنه يميل إلى التحول نحو النهاية الحمراء من طيف الألوان. يحدث شيء نفسه بالقرب من الثقب الأسود. يفقد الضوء المنبعث من سفينة الفضاء الطاقة بسبب الجاذبية القوية للثقب الأسود. لذا فإن مركبة الفضاء التي كان لها لونها الخاص في البداية، تبدأ في الظهور أكثر احمراراً مع اقترابها من الثقب الأسود. يبدو الأمر كما لو أن الثقب الأسود يلقي تعويذته السحرية ويغير لون سفينة الفضاء نفسها. الشيء الغريب الثاني مرتبط بالزمن. وفقاً لنظرية النسبية العامة، يمكن للجاذبية أن تعبث بالزمن نفسه. يحدث هذا بطريقة غريبة جداً، لأن لا أحد منكم، أنت أو الأشخاص على متن سفينة الفضاء، سيشعر بهذا التغيير. بالنسبة لك كمشاهد في هذا الوضع المتخيل، يجري الزمن كما هو الحال دائماً. أنت تجلس هناك فقط، تحتسي عصير الليمون الفضائي خاصتك، وتشاهد رحلة سفينة الفضاء. بالنسبة للأشخاص على متن مركبة فضائية، فإن الأشياء هي نفسها. تدق ساعتهم بسرعة منتظمة، وهم يمضون يومهم كالمعتاد. لكن من الناحية الموضوعية، بالنسبة لك، سيكون الأمر أشبه بمشاهدة سفينة فضائية تسقط في حركة بطيئة. يبدو لك أنها كانت تسقط في ثقب أسود لأسابيع أو حتى سنوات. قد تبلغ من العمر 80 عاماً ولا تزال سفينة الفضاء موجودة. هذا جنوني، أليس كذلك؟ الآن، إذا تباطأ الزمن بالنسبة لسفينة الفضاء، فهذا يعني أن الضوء الذي تنبعث منه يتباطأ أيضاً. لذا تخيل أن شخصاً ما على متن سفينة الفضاء هذه يضيء ويطفئ مصباحاً يدوياً. ولكن نظراً لأن الوقت يتحرك ببطء شديد، فإن الضوء القادم من المصباح يتحرك أيضاً في حركة بطيئة. يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى تصل كل دفعة من الضوء إلى عينيك.
ستشاهد مركبة فضائية كما لو كنت تشاهد مقطع فيديو بحركة بطيئة للغاية، وعندما يستغرق الضوء وقتا أطول للوصول إلى عينيك يصبح أضعف وأكثر خفوتا تماما كنجم باهت. لذلك مع اقتراب سفينة الفضاء من أفق حدث الثقب الأسود فإنها لا تبدأ في الظهور أكثر احمرارا فحسب، بل تبدو أيضا باهتة. لذلك يصبح من الصعب جدا رؤية سفينة الفضاء وهي تقترب من الثقب الأسود، إنها تتلاشى ببطء وتختفي في أعظم مرحلة في الكون. هذا محير أليس كذلك؟ لكن هذا كل شيء عنك، ماذا عن الأشخاص على متن سفينة الفضائية؟ ما الذي تشعر به بالفعل عندما تسقط في ثقب أسود؟ عندما تقترب من الثقب الأسود يبدأ شيء غريب حقا في الحدوث. الجاذبية بالقرب من الثقب الأسود قوية جدا لدرجة أنها تمتد وتشوه كل شيء من حوله، لذا فإن الاختلاف في الجاذبية بين رأسك وقدميك يصبح كبيرا. هذا الاختلاف يخلق قوة مد والتي تمد جسمك على شكل طويل ورفيع. إنها عملية تسمى علميا التأثيرات المعكرونية. ببساطة سوف تتمدد على هيئة معكرونة بشرية. قد يبدو تحويلك إلى سباكيتي أمرا ممتعا لمحبي المعكرونة، لكنه بالتأكيد ليس رائعا بالنسبة لرائد الفضاء. في هذه الأثناء تبدأ الألوان من حولك في الالتواء والتشوه، مما يؤدي إلى عرض ضوئي مبهر. إنه مثل ركوب الأفعوانية عبر نفق قوس قزح. التقلبات والمنعطفات والومضات والشرر، إنها تجربة مبهجة ومثيرة للعقل. ما يحدث لك بعد ذلك يعتمد على نوع الثقب الأسود. أولاً لدينا ثقوب سوداء كلاسيكية. هذه ثقوب سوداء موجودة إلى الأبد. إذا وقعت في هذا الثقب الأسود فسوف يستغرق الأمر وقتاً طويلاً للغاية للوصول إلى المركز. سيستمر المركز في الاقتراب أكثر فأكثر، لكنك ستحتاج إلى وقت لا نهائي تقريبا للوصول إليه، لذلك ستشعر وكأن رحلتك لن تنتهي أبدا. ثم لدينا ثقوب سوداء متبخرة. يمكن أن تتبخر هذه الثقوب السوداء بمرور الزمن بسبب عملية تسمى إشعاع هوكينج. الأمر يشبه ذوبان مكعب الثلج تماما. هذه الثقوب السوداء لها عمر محدود ومن المستحيل في الأساس الوقوع في أحدها. عندما تقترب من الثقب الأسود المتبخر تجد نفسك تحوم بالقرب من حافته، أي أفق الحدث. يبدو الأمر وكأنك عالق عند مدخل مدينة ملاهي رائعة، لكن مدينة الملاهي هذه آخذة في الانكماش. الثقب الأسود يتبخر وكما هو الحال يصبح أفق الحدث أصغر وأصغر، لذلك تبقى على حافة الهاوية وتتبع كل حركة تقوم بها هذه الحافة، لكنك ستبقى إلى الأبد في أفق الحدث هذا دون عبوره أبداً. لكن تذكر، بمجرد اجتيازك نقطة لا عودة لن يكون هناك طريق للرجوع. أنت على تذكرة ذهاب فقط إلى القلب الغامض للثقب الأسود، وهي حالة التفرد. في حالة التفرد يسير كل شيء بشكل جنوني. إن فهمنا الحالي للفيزياء أصبح مختلا، لذا فإن الأمر يشبه إلى حد ما الدخول في عرض سحري. ماذا يحدث بمجرد أن تصل إلى التفرد؟ هل يوجد أي شيء على الجانب الآخر من الثقب الأسود؟ ليس لدينا أي فكرة، إنه لغز كبير بالنسبة لنا، لكن ربما سنكتشف ذلك يوما ما. لذا يا صديقي، من الأفضل أن تعجب بالثقوب السوداء من مسافة آمنة وأن تتجول بخيالك في العجائب المذهلة التي تتعلق بها. فقد تذكر أن تحتفظ بالمعكرونة في طبقك وليس بالقرب من صانع الإسباكيتي الكونيين.